السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، معانا مجموعة زغاليل وشباب زاجل، مجموعة كبيرة أهو. احنا عملنا الفيديو ده ليه؟ لأن في ناس كتير بتسألني عن زغاليل للبيع. انا كنت بعمل مزاد زغاليل للبيع كل فتره، كل ممكن كل اسبوع ممكن كل اسبوعين، لكن بقالي فتره ما عملتش. دي زغاليل وشباب يا جماعه، اهو ده علي خمسه اهو. في من ده كتير، وفي زغاليل، في اللي عليه سته، وفي اللي عليه خمسه، وفي اللي عليه اربعه. طب ليه انا عملت الفيديو ده؟ عملته للبيع؟ لا والله ما عملتوش للبيع، انا عملته علشان الناس اللي بتسألني دايما، عمالين في اسئلة كتير وتليفونات، فين الزغاليل اللي انت بتبيعها، فين، عايزين زغاليل. لا انا بقول لهم الزغاليل موجودة، لكن انا مش هبيعها ديت، مش هبيعها خالص حرصا عليكم، لان انا مازلت لسه بعالج الحمام اللي عندي. يعني الحمد لله هو مش بالمضادات الحيوية ولا حاجة، لكن دلوقتي انا بستخدم رفع مناعة. ناتي وصلنا للمرحلة دي، رفع مناعة وغسول كلوي. ناتي ده مرة وده مرة في اليوم، يعني كل 12 ساعة، ده صنف، ده كل 12 ساعة، والصنف التاني ده في ال 12 ساعة التانية. دول يا جماعة هنذبحهم وناكلهم، مش هنبيعهم. هنذبحهم وناكلهم لكن مش هنبيعهم، ولا مذبوحين ولا هنبيعهم صحيين ولا مذبوحين. احنا اولى بيهم، تمام، حرصا على الناس اللي بتشتري مني. ما تستعجلونيش، انا ممكن اقعد شهر كمان ما بيعش، شهرين مفيش مشكلة خالص. لو قعدت سنة ما بيعش، مش هبيع الا اكون مطمن ومتأكد ان الحمام بتاعي سليم. ارجو ان يعني اكون وصلت المعلومة، وفيديو قصير النهاردة، لكن هو ده الموضوع اللي انا عايز اجاوب عليه، كل الناس تكون عارفة. وياريت ياريت الناس اللي عندها حمام وكانت بتعالج او بتاعت علاج، يا ريت الناس ما تبيعش حمام تعبان، او حتى يكون عندهم حمام تاني تعبان، محدش يبيع حمام، او يا ريت محدش يشتري كمان حمام اليومين دول، لغاية ما نشوف الشهر ده يعدي. هو دايما يقول لك شهر 10 وشهر 4 هم اللي فيهم الامراض، اللي هو نقل الفصول، الشهور اللي هي بتنقل فيها بين الصيف والشتاء، او الشتاء والصيف، يعني شهر 4 وشهر 10. احنا ما زلنا لسه في شهر 10، ربنا يعديها على خير، والدنيا كان اما تمطر شوية. كان في شتاء من امبارح واول امبارح، يعني يكون لعله يكون شتاء الخير ان شاء الله، يكون ينزل الامراض معاه. احنا دايما نقول ايه، المطر بيجي ياخد الايه المرض وهو نازل، الجو يعني بيتطهر من الامراض، والامراض اللي ماشية الايام دي الامراض الفيروسية اللي هي اللي بتسبب الروشة، سلمونيلا طبعا حضراتكم عارفين، والامراض التنفسية، وده اللي منتشر في الحمام اليومين دول. يعني اتمنى الناس اللي بتبيع حمام تستنى شوية، او اللي بيشتري حمام برضو يصبر شوية، حرصا على سمعة البائع، وحرصا على المشتري ان هو فلوسه ما تروحش في الفاضي. يعني انا يمكن متابع جروبات كتير، شفت او بشوف كل يوم مشاكل اللي هي البيع والشراء، اللي يقول لك انا اشتريت حمام وحمام غالي، يعني مش زي الحمام ده، يقول لك انا اشتريت حمام والحمام ايه اسبوع جاي عندي قعد اسبوع والحمام جاله الروشة. ده لان اللي بايع اصلا كان عنده الحمام تعبان، فهو اختار له كام جوز كده باعهم له. فيعني لا، بلاش الحكايه دي، محدش بلاش يعمل الحكايه دي،
ارجوكم يعني بلاش. والمشترين ما تستعجلش الايام دي، استنى شويه. انا اللي بقول، انا ببيع حمام يا جماعه، وانا اللي بقول لك استنى شويه ما تشتريش حمام الايام دي. نكتفي بهذا القدر، ارجو يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.